السلام عليكم العائلة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفة بالفشار او بالذرة اليابسة، غزالة وغادي تعجب وليداتكم، والاهم انها طريقة صحية وطريقة سهلة بمعنى الكلمة. انتم غادي تشوفوا، غادي نطبقها قدامكم. تنتمنى قبل ما نبداو الوصفة ديالنا والطريقة ديالها ما تبخلوش على اختكم سناء بلايك، وكذلك مرحبا بالناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالنا، مرحبا بهم، يضغطوا على زر الاشتراك اللي بالاحمر ويفعلوا الجرس باش توصلهم ديما الجديد. دابا غادي نشعلوا البوطة على يعني كسرونة او اي حاجة انتم عندكم كطيبوا فيها يعني الفشار ديالكم او الدورة اليابسة. هاد اللحظه هذه البنات كنخليوها تسخن شي شويه، ما كنستعملوش ولا نقطه زيت نهائيا. غادي نديروا معلقه ديال الزبده، انا هنا عندي زبده الحيوانيه، نتوما حتى الى عندكم ديال البواطه ديروها ماشي مشكل. صافي وغادي نخليوها تذوب، ها هي كتذوب معانا. خاصها تذوب مزيان غزال البنات، هذه بالنسبه اللي كيشريو وليداتهم ديك الذره من الشارع، يعني ديك اللي مصبوغه ما كتعرفوش شنو فيها، من الاحسن صوبوا ليهم هذه على يديكم، كتجي رائعه رائعه رائعه. صافي وغادي نضيفوا ليها، نتوما ضيفوا السكر حسب يعني الرغبه ديالكم. انا هنا غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق ونص ديال سكر سنين، ونقصوا البوطة باش ما تحرقش ليكم. وهنا البنات غادي نضيفوا المكون ديالنا اللي هو الكاكاو فهاد اللحظة هادي، اللي السكر والزبدة كيدوبوا. هاهو نخليها البنات يدوب مزيان، يدوب مزيان البنات، بدا كيدوب ما تجهدوش عليه البوطة. هاهو غادي نضيفو الفشار ديالنا ونبداو نحركو هاد الطريقة هادي. غادي يسخن مزيان، ضروري البنات خاصو يسخن مزيان. هانتوما يا كيف شتو، كان مزيان ونرجع معكم. البنات كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيسخن، هاد حطوا به سخن صافي وغطيوه. انا غادي نغطي غير هاد الصوينيه هادي اللي عندي انا، هادي غنغطيه بها من هنا. انتما البنات كيف ما شفتوا غير تحسوا بها بنتي كضحك بدا كيطرق، هادي هانتوما كتسمعوا واش راه زوق ليا الدنيا كامله. شوفي 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 كضحكي. صافي فهاد اللحظه هانتوما هانتوما فهاد اللحظه كيطرق البنات، غنخليوه يطرق وغادي نرجع معكم. كيف ما شفتوا البنات سمعتوا ها هو بدا كيطرق. صافي وغتبداو تحركوا هكا باش ما يلصقش، يتحرق ليكم. ها هو راه غادي نجربوا هاد البنات غزال.
هو البنات كيف ما شفتوا هالفشار ديالنا واجد، واذا شفتوا مثلا كان باقي شويه مسوس زيدوا ليه شويه ديال سنيده على حسب نتوما والذوق ديالكم. انا غادي نقلبوا معكم باش تشوفوا. هو البنات شوفوا كيرد لي الكسرونه، ولكن ماشي مشكل على قبل وليداتنا، ماشي مشكل. تذوقي تذوقي يلا هاكي يلا هزي انت هزي انت اللي حرقك. نتوما البنات كيجي رائع، جربوها البنات وغادي يعجبكم. لذيذ باش يعجبا. جربوها البنات لوليداتكم ما غتخسروا حتى شي حاجه. ايه زيدوا فيه نتوما على حسب السكر ديالكم، بحال دابا انا غادي نزيد ليها شويه السكر حيت قالت لي ماما راه شويه مسوس. ونتمنى حبيبي العزاز الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك. انا حبيبه انا ندير لك السكر ونعطيك وتهلاو لي فراسكم. يعني هذه كنديرها بحال هكا مره مره في الدار، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وبسلام عليكم. عجبتك بزاف ولا شويه؟ بزاف. جالسة كتاكل فيها عجباتها، ولكن غزالة يا البنات.